أنا تقديري أن الأزمة كانت متوقعة وليست مفاجئة، وكانت التقديرات تقول بأن الأزمة متى ستحدث وليس إذا كانت ستحدث أم لا. ولهذا عدة أسباب، أن دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات والبحرين كانت لديها مواقف نقدية وحادة جدا من السياسات القطرية، سواء كانت في داخل مجلس التعاون الخليجي أو في العلاقات الإقليمية، وخصوصا ما يتعلق بأمن الخليج والتعاون مع أو التعامل مع إيران. أعتقد أن العامل الأساسي في هذه الأزمة كان هو عدم تنسيق القطريين بما يكفي وبما يتلائم مع السياسات العامة الإقليمية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في موضوع إيران وتهديدها للأمن القومي لدول الخليج وللأمن القومي العربي، سواء كان بوجودها في الخليج أو محاولتها زعزعة أمن واستقرار بعض دول الخليج العربية من خلال استخدام المد الشيعي أو استخدام النفوذ الطائفي في بعض هذه الدول، أو في العراق أو في سوريا أو في اليمن. وإيران ليست بالدولة التي تمكنت من أن تقوم بخلق سجل مع جيرانها أو مع الدول المؤثرة على مستوى العالم بما يؤهلها لأن تكون مقبولة ضمن الأطر الأمنية في المنطقة أو التي يتم ترتيبها مع المنظمات العالمية مثل حلف الناتو الألمانية بأمن المنطقة وأمن الطاقة وعدم انتشار الأسلحة النووية وما إلى ذلك. لذلك أن كان متوقع أن تقوم دول الخليج بعمل ما، وأتى بهذه الصورة بقطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء وطرد السفراء القطريين ومنع دول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من السفر إلى قطر، أو منع المواطنين القطريين من السفر لدول مجلس التعاون الخليجي، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية. بالتأكيد أن سيكون لهذا أثر كبير جدا، على أثر سلبي على المجتمع القطري وعلى العلاقة بين المجتمع والدولة في قطر. لذلك أنا أرى أن أيضا الدول العربية الأخرى التي قامت باتخاذ إجراءات مماثلة مثل مصر والأردن ولكن إلى حد أقل من ذلك وليبيا، هي ترى نفسها بأنها منسجمة مع هذا الخط أو مع هذا التفكير الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن المنطقة. لذلك أنا لا أستبعد أيضا أن يكون هناك خطوات تصعيدية في حال عدم قبول قطر بالشروط التي طالبت فيها المملكة العربية السعودية وحلفائها. ونتذكر أن كان هناك أيضا قبل عدة سنوات مجموعة من الإجراءات المماثلة ولكنها لم تصل إلى حد ما وصلت إليه هذه المرة، ولم تلتزم قطر بتنفيذ هذه التعهدات على الرغم من التزام أميرها أمام الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقع على اتفاق ينص على هذا. لذلك أنا أرى أن وحدة الصف الخليجي تعرضت إلى شق كبير، وعلى الرغم من المحاولات الكويتية الجارية الآن لرأب الصدع وإنهاء الأزمة، إلا أن التوقعات بأن تنتهي سيكون لها نتائج سلبية جدا قد تكون على الحكومة القطرية في حال أنها قبلت بجميع هذه الشروط. هذا يعني أن تغيرا جوهريا في السياسات الداخلية والخارجية القطرية يجب أن يحدث، وهذا بالتقدير أنه وصفة انتحار للمشروع السياسي القطري خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية. الأثر الاقتصادي لمثل هذه العقوبات سيكون الأثر الاقتصادي في بعتقد سيكون كبير جدا على جميع الدول المتأثرة، ولكن سيكون الضرر أكبر على قطر. لكن فيما يتعلق بالأردن، الأردن بعتقد أنه لا يعني يمكن أن يكون خارج الاتفاق السعودي المصري الإماراتي البحريني، لأن هذا هو معرفة تاريخيا بمحور الاعتدال العربي، وهو الذي خسر كثيرا أثناء فترة الربيع العربي لصالح محور الممانعة إذا أردت، ولكن الآن عاد هذا المحور ليستعيد نشاطه ويستعيد حيويته، وبدعم أمريكي واضح
وآخرها كان ما عبر عن الرئيس الأمريكي في تغريدته على تويتر بأن هذه هي بداية النهاية للأرهاب في المنطقة. في حقيقة الأمر يعني هو الآن هناك موقف أردني يكمل لمواقف مجموعة من الدول العربية بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، فبالتالي أنا أعتقد أن هناك جبهة عربية حقيقة جاءت لتقول لا لقطر وممارساتها على مدى السنوات الماضية. الآن الرؤية الأمريكية في المنطقة اختلفت من أيام ما كانت هناك دعوة إلى الفوضى الخلاقة، وبالتالي كان لقطر دور في هذا المضمار. الآن الإدارة الأمريكية تغيرت والرؤية الأمريكية في المنطقة تغيرت، آن الأوان لأن يكون هناك نوع من محاربة الإرهاب بالطريقة الصحيحة والحقيقية، ولا يجوز أبدا أن يكون هناك تمويلا واضحا على مدى سنوات طويلة لمنظمات إرهابية واقتتالات داخلية في كثير من البلدان العربية تحت شعارات دعم الربيع العربي وغير ذلك. أنا أعتقد بأن قطر قد أخطأت في حساباتها وأيضا مارست دورا أكبر من حجمها. الآن آن الأوان لأشقائنا وإخواننا في قطر اللي هم جزء من شعبنا العربي بأن يقولوا لا لهذه المراسلة لهذه الممارسات التي قامت بها مجموعة من المسؤولين في قطر. وأنا أعتقد بأن الأزمة سوف تنتهي ولن تستمر طويلا باعتبار أن المقاطعة العربية لقطر سوف تكون مقاطعة مؤثرة جدا على مجريات الحياة في قطر، وأعتقد بأن هناك العقلاء في داخل دولة قطر سوف يقومون بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه دول الخليج وتجاه دول الدول العربية والدول الإسلامية. هناك تفاوت في مواقف الدول الأجنبية الحقيقة، يعني سمعنا الرأي الألماني في هذا الموضوع وكذلك الرأي الأمريكي ورأي المسؤولين الغربيين. أعتقد أن هناك نية جازمة بشكل عام بين الدول العربية والإسلامية والدولية بأن يكون هناك حدا لممارسات قطر في موضوع تمويل مجموعة من المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأيضا هناك خط أحمر فيما يخص التدخل الإيراني في المنطقة. أنا أعتقد بأن هناك قرار عربي واضح وإسلامي واضح من شأن هذا القرار أن يوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي دفعت شعوب هذه المنطقة ثمن لهذه التدخلات. الأزمة القطرية لا أعتقد برأيي الشخصي أنها ستستمر طويلا. أنا أعتقد بأن القطريين باتوا يعرفون تماما بأن المنفذ الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الموافقة على الشروط التي تقدمت بها دول الخليج والدول الإسلامية.